هلو حبايبنا، بهذا الفيديو راح تشوفون خلف الكواليس لتصوير صورنا العائلية مع المصورة لويزا، وأيضا راح نسوي مقدمة فيديوهات جديدة، وراح تشوفون كل خلف الكواليس والعذاب اللي قاعد نتعذبه مع الأولاد. هو 18 ثانية لكن شوفوا شلون العذاب بالتصوير. حبايبنا فيديو جديد وفلوج جديد، واليوم راح يكون كلش حلو. شو راح نسوي اليوم؟ قل لهم جلسة تصوير وبعد ونرقص بعد شنو؟ اليوم راح اسوي جلسة تصوير مع المصورة لويزا. طبعا اهل ميشيغان اذا حابين مصورة، فاليوم راح نصور ونشوف صورها بنهاية الفيديو. شو راح تكون؟ كلش متشوقة الصراحة. رقم تليفونها وعنوانها والانستغرام راح يكون هنا موجود هسه تحت. اكيد او بالهاي اتصوركم. اوكي Stay tuned. Bye bye. قليلهم كلمة. Hi guys. شلونكم؟ إن شاء الله كلكم بخير. أنا اسمي لويزا وديشو. البزنس مالتي Glory 47 Photography. أتشرف بكم كلكم. هواي متحمسة قبلوا دعوتي بهذا الشيء. اللي شرف إنه أشتغل وياهم. وإذا الله راد إن شاء الله أشتغل على الصور وشوفون صور. أتشرف بكم كلكم. أوكي. Stay tuned. Yes. كلش متحمسة إني أشوف الصور اليوم. فيلا let's go. اوكي هنا يلا. سو راح نبلش هنا بهذا المكان. هذا العنوان، المكان اي خبل، راح احط لكم اياه بعد تحت بصندوق الوصف عشان تشوفون هذه الحديقه الحلوه. فيها بلاي جراوند اريا وفيها شغلات تخبل. احنا ايش قاعد تسوي؟ ها شنو فراغ؟ قضيت ضفدعة؟ قاعد نقنع. تعال شو 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 هنا يجي قاعد يمنا عشان نصور. كم جيب تو ماما فون. جيب ماما ذا فون. I'm gonna get you. يلا يلا بقى بس يا ها عفية افتح الصندوق. السيارة فتحت. باع الكاميرا. باع الكاميرا حبيبي. I know I can see. He's opened the car door. هسه راح ناخذ صور وعد مع الاولاد. طبعا انا ويا الاولاد خربنا منو ايلان خربنا. ها شوف هسه هنا يضحك. ها يو لاف ناو. ها يلا بسرعه ما دام ساكت. يلا طبعا صراحه لحد الان الصور تخبل، فالفاينل الصوره الاخيره شو راح تكون ما ادري. يعني صراحه هسه بدون اديتنج ولا شيء تخبل. ضحكوا حط ايدك على بابا هيك حضن البابا كانه ذا حضنك انت همين عيان. يلا 1 2 يي بيكابو. شكله معذبنا منو بيكابو. طبعا هسه قاعد اصور واحد من الاولاد خلصت من ايان ويزن، وهسه ارسلاني شطور يسمع الكلام. بس هنا عندنا المدمرنا منو؟ ايلان. خلصنا تصوير، راحت المصورة، كانت جولة أو قاعدة كلش حلوة صراحة ويا المصورة، كلش استانسنا. المصورة حبابة هذا الكلام، مو لأنها موجودة معاي أو لأنها صورتني، بجد هي إنسانة حبابة، إيزي سهلة التعامل. وهسه قاعدة ألعب إيلان. غيران ارسلان يريد يقعد هنا. نريد نطلع نوريكم الحديقه نفتر، بس ما قاعد يقبلون ايلان وارسلان.
واحد هنا واحد هنا. هسه تقولين عد ما عندنا مرجوحة. اي ها حاطينهم مرجوحة هذا. شوف شوف الضحكة. هذا هذا هذا. لا جيب لنا واحدة مثل هذه لازم بالبيت. شوف. اي ايان كان عنده واحدة كريم. ياب ابو ظبي. سلازم نجيب لها الى بالباب. من يضوي لو خلي بيها يضل يطفر. يطفر. شوف اقول له خلينا نطلع نقول له ايس كريم ماكو. يو جو ايس كريم يو ايت. ما يريد. سو هسه جينا نتمشى بالحديقه هذه الجميله. طبعا روحوا على جوجل وشوفوا الصور اللي فيها، يمكن اكبر من هذا كله، ما اعرف اذا راح اقدر اغطي لكم اياها كلها هسه مع الاولاد، بس جد روعه هي. وهسه حبايبنا بما لابسين حلو والمكان كلش حلو راح نصور مقدمه الفيديوهات الجديده. بدينا حبايبنا وراح تشوفوني اكثر شيء راح اقول لوكت ماما سمايل ماما، بس على مود ينتبهون للكاميرا علشان اخذ شوت حلو لهم. You look at me here. Smile, smile. Fix your hair. No, no, no. One time, one time. تعال تعال. Fix your hair up. Put your hair up. Look at mama face. Here. Look at mama. Look at mama. No. يلا come outside شوي شوي. Look at the camera. عدل شعرك. وحطها بالجيب. Fix your hair. Look at the camera. Smile. Turn. يلا ماكو احد. يلا 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 لك هذه الكاميرا. اي كم 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 تو ماما. هير 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 تيا. إيلان إيلان بلكات ماما لكات ماما. سمايل سمايل. هير 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 كم تو ماما. كم 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 كم. يلا يلا يلا. اي اي حلو حلو. كم كم تو ماما. كم تو ماما. يلا كم تو ماما. كم. يلا باي باي. وي جو باي باي. يلا هير وي جوين. كم كم تو ماما. كم كم. لا لا ذا تايم كلوز. هير يو ام ري جو جيت هيم. كم إيلان. Smile to the camera. عدلي شعرك. يلا. لا مو حلوة. طبعا مو حلوة. يلا باو. شعرك. اوكي. يلا هسه راح امشي. قرب الي. خلاص ان شاء الله حلو. Bye bye, say bye bye. Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Hola, hola, hola. يلا. أرسلاني. تعال أوقف يم أيان يم أيان. يلا. خلاص. No. يلا قفر بابا قفر بابا قفر بابا. أبا 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 أبا. So, okay, حبايبنا واخيرا خلصنا تصوير الشوتس لكل واحد فينا. قبل ما اوريكم الفاينل ريزلت خليني اوريكم المقدمه مالتنا القديمه. هسه روحوا تشوفونها.
وهسه روحوا شوفوا المقدمة الجديدة وقولوا لنا شنو رأيكم، منو أحسن المقدمة قبل ولا هسه؟ يلا هسه راح نخليكم راح تشوفوها. كله شغلي أنا. لا شغل أم الزوج. اوكي حبايبنا وصلنا احنا وياكم لنهايه الفيديو لهذا اليوم، ان شاء الله استمتعتوا ويانا وكتبوا لنا بالتعليقات اهم شيء شنو حبيتوا، هل حبيتوا المقدمه الجديده ولا المقدمه القديمه؟ نعم. وبعد شنو هاي شنو رايكم بالبارك؟ وراح نخلي لكم هم وين هذا البارك صاير. يس ولا تنسوا انكم تشتركوا بقناتنا وسووا لايك وشير. اوكي وشاركوا الفيديو بين احبابكم، لان ان شاء الله فيديوهاتنا راح تكون كلها اماكن كلش حلوه في ميشيغان. نشوفكم على خير. باي باي.